وبالعودة لاتفاق تجورة وسوق الجمعة ينضم إلي السيد عبد الفتاح ميلاد عضو المجلس البلدي تجورة. أهلا بك سيد عبد الفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سيد عبد الفتاح. أهلا وسهلا. بداية، كيف تمت مجريات الاتفاق بين المجلس البلدي تجورة ومجلس البلدي سوق الجمعة؟ الأستاذ يران، خط واضح فيه تشويش. هل تسمعني الآن؟ هل تسمعني الآن بالوضوح؟ لا 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 لا، الخط مش واضح حقا. يبدو أن هناك مشكلة في الخط. ألو، هل تسمعني الآن سيد عبد الفتاح؟ هل تسمعني الآن؟ أسمعك، لك في خط تشويش، فيها صوت آخر في الخط يعني. كيف تمت مجريات الاتفاق بين المجلس البلدي تجورة ومجلس سوق الجمعة، وما هي أهم النقاط فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو اتفاق ما بين إخوة وأهل وأحباب، ليس يعني تحت مصطلح الصلح، لأن لا توجد أي إشكاليات ما بين المنطقتين. نحن إخوة في الله وفي الوطن، وتربطنا النسب ويربطنا المصاهرة وتربطنا حسن الجوار. طبعا هناك خطوات سابقة تم يعني بناء على هذا الاتفاق. نعم، أخبرنا بهذه الخطوات سيد عبد الفتاح. الخطوات طبعا كانت هناك اجتماعات عديدة ومتعددة من المنطقتين في سبيل حل حالة الإشكالية القائمة بخصوص الموقفين بتجر نتيجة، والحمد لله تكملت بالنجاح، وكان هناك البيان الختامي اللي تم تلاوته ليلة أو الأمس بخصوص عن أن إخراج جميع الموقفين، وأيضا حل أي إشكالية تكون موجودة بين الطرفين وجبر الأضرار لأولياء الدم. والحمد لله يعني الأمور كانت سلسة وجيدة بين المنطقتين إن شاء الله. نعم، هل تم تشكيل لجنة متابعة سير تنفيذ البنود والاتفاق الذي تم التوصل إليه؟ نعم، هناك تواصل مستمر ما بين البلديتين، وبخصوص يعني الحمد لله يعني ماشي الأمور كما تجب يعني إن شاء الله. سؤال آخر سيد عبد الفتاح، بخصوص ملف السجناء، على مدى تم الاتفاق بالتحديد يعني لو تخبرنا يعني؟ نعم، بخصوص ملف السجناء، على مدى تم الاتفاق بالتحديد؟ طبعا الإفراج تم بناء على أوامر إفراج من مكتب النائب العام. هناك يعني إجراءات قانونية متوليها محمد بخصوص إتمام الإجراءات الخاصة بالموقفين. نعم سيد عبد الفتاح، وصلت الفكرة، شكرا لك. كان سيد عبد الفتاح ميلاد عضو المجلس البلدي تجورة، شكرا لك.